على أساس أنه نوصل رسالة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ونحملهم كامل المسؤولية في حال تعرض هذا المبنى إلى أي قصف للمرة الثانية، ولكن بالرغم من ذلك لا حياة لمن تنادي. اتضحت الآن زيف الشعارات التي يرفعونها، ولا مقدسات ولا حقوق مدنية ولا أي اعتبارات لأي جانب من الجوانب التي دائما يتغنوا بها.